بالفعل وزارة الدفاع الأوكرانية قبل قليل قدمت بيانا توضيحيا يتعلق بالهجوم الذي استهدف الأراضي الأوكرانية صباح هذا اليوم في تمام الساعة 10 صباحا، والذي تمثل بمشاركة 4 طائرات ميج أطلقت 4 صواريخ باتجاه الأراضي الأوكرانية. الصاروخ الأول هو استهدف العاصمة الأوكرانية كييف، واستطاعت الدفاعات الأوكرانية من التصدي لهذا الصاروخ بحسب ما أشارت إليه بيانات الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف. لكن 3 صواريخ استطاعت من الوصول إلى أهدافها في غربي البلاد في مدينة إيفانا فرانكيفسك. الأهداف الرئيسية لهذه الصواريخ بحسب ما أشارت إليه وزارة الدفاع الأوكرانية تمثلت في إحدى المطارات العسكرية التي تقع في ضواحي هذه المدينة، وأيضا أشارت إلى استهداف لمراكز للبنية التحتية في أطراف هذه المدينة. المتحدث باسم سلاح الجو الأوكراني يوري إغنات أشار إلى أن السلطات الروسية قد عملت على عمليات استطلاع ما يقارب شهر، وهي تراقب هذا المطار والمطارات العسكرية الأوكرانية وتراقب حركة الجيش الأوكراني في هذه المطارات. وكنا نتوقع بحسب ما أشار إليه هجمات قد تستهدف هذه المطارات، وقال أيضا أن الهدف الرئيسي من هذه الهجمات ضرب البنية التحتية بسبب أن أوكرانيا سوف تقبل قريبا على البدء في تدريب طياريها على طائرات F-16، وبالتالي يشير هو أيضا هنا إلى الضربات الروسية الاستباقية لهذه المطارات من أجل تقويض القدرات العسكرية الأوكرانية المتعلقة باستقبال طائرات F-16. طيب ابقى معنا ثائر. من كييف نذهب إلى موسكو ويوسف بيجار مراسل الغد. يوسف، رواية روسية جديدة عن الخسائر الأوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية، ما الذي جاء فيها؟ البيان الذي نشرته وزارة الدفاع الروسية أكدت من خلاله بأن الجيش الروسي صد كل الهجمات التي قامت بها القوات الأوكرانية في إطار ما يسمى بالهجوم المضاد. هذه الهجمات فاقت 20 هجمة قامت بها القوات الأوكرانية، أغلبها في محور كراسني ليمان وكل من خيرسون وزاباروجيا. القوات الروسية قالت بأنها حققت تقدما في كوبيانسك وعززت من مواقعها حسب الرواية الروسية في خاركوف. لكن اللافت للانتباه في بيان وزارة الدفاع الروسية هو استهداف الجيش الروسي لما وصفه بنقطة انتشار مؤقتة للقوات المرتزقة في منطقة زاباروجيا دون الكشف عن المزيد من التفاصيل حول هذا الاستهداف وعدد القتلى من المرتزقة الأجانب الذين تم استهدافهم داخل نقطة للانتشار في منطقة زاباروجيا. لكن القوات الروسية قالت بأنها تمكنت خلال 24 ساعة الماضية من تحييد أكثر من 575 عسكري أوكراني، بالإضافة إلى تدمير 18 طائرة مسيرة واعتراض صاروخين من طراز هايمارس، بالإضافة أيضا إلى تدمير مستودعين للذخيرة والسلاح، واحد في منطقة خاركوف والثاني في منطقة خيرسون بحسب البيان الروسي. طيب ابقى معنا يوسف بيجار، ودعنا نعود إلى كييف وثائر عمر مراسل الغد. ثائر، تابعنا الرئيس زيلينسكي وهو يقيل رؤساء مراكز التجنيد في أوكرانيا، ما هي الأسباب يا ترى؟ الأسباب واضحة وصريحة. قبل قليل انتهى اجتماع مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني والذي كان يترأسه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. هذا الاجتماع عقد بناء على معلومات استخباراتية قدمتها أجهزة أمن الدولة. هذه المعلومات تتمثل بقضايا فساد تطال العديد من المؤسسات العسكرية ورؤساء المؤسسات العسكرية في عدة مناطق مختلفة في أوكرانيا، في شمالي أوكرانيا، في الجبهة، في جنوب أوكرانيا كذلك، وفي وسط أوكرانيا، حتى في أطراف
العاصمة الأوكرانية كييف. هذا الاجتماع تحدث عن 112 قضية جنائية تم رصدها لتاريخ هذه اللحظة، بالإضافة إلى أنه تم توجيه 33 تهمة لرؤساء مختلفين للإدارات العسكرية في كامل الأراضي الأوكرانية، والتي تتمثل بقضايا فساد. هذه القضايا تمثلت بتلقي هؤلاء الأشخاص. هل تم الكشف عن طبيعة الفساد الذي ارتكبه هؤلاء المقالون؟ نعم، كنت سوف أشير على هذه النقطة. هذه النقاط تتمثلت بتلقي هؤلاء الأشخاص مبالغ مالية بالعملة الصعبة أو حتى بالعملات الرقمية من قبل أشخاص كانوا يريدون الخروج مغادرة الأراضي الأوكرانية بسبب القانون الحكم العرفي الذي هو ساري الآن في الأراضي الأوكرانية، والذي يمنع من خروج الرجال من سن 18 إلى سن 60. بالإضافة إلى ذلك، بعض الرؤساء الإدارات العسكرية تلقوا أموالاً بذلك بسبب إصدار بعض الأوراق الرسمية بإعفاءات لبعض الأشخاص من عدم التجنيد الإجباري أو عدم الخضوع للتجنيد في الجيش الأوكراني. لكن الرئيس الأوكراني قام بتوجيه إصدارات قوانين جديدة لقائد القوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني بإمكانية استخدام أشخاص جدد من الجنود الأوكرانيين الذين يشاركون في المعارك، وقال أن هؤلاء الأشخاص هم من يستحقون إدارة مثل هذه المؤسسات لأنهم يعلمون جيدا ما هي الحرب وكيف تدور الحرب. لكن ما أود الإشارة إليه، ليست هذه هي القضايا الفساد الوحيدة التي تدور في أوكرانيا. هناك الحديث في وسائل الإعلام المحلية يدور عن قضايا فساد تطال مجموعة من السياسيين، وهم من رجال الدولة، وتحديدا من الأشخاص الذين يعملون في حزب خادم الشعب، وهو الحزب الذي يترأسه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. هذه القضايا تطول العديد من الأشخاص في البرلمان الأوكراني، وترأى الحكومة الأوكرانية إلى تشكيل لجنة حكومية من أجل متابعة هؤلاء الأشخاص والقضاء على الفساد في ظل الدعوات المستمرة من الاتحاد الأوروبي بالسيطرة على الفساد في أركان الدولة الأوكرانية من أجل تسهيل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ثائر، ابقى معنا وأعود إليك يوسف بيجار مراسل الغد في العاصمة موسكو. يوسف، طائرات مسيرة جديدة تخترق الأجواء الروسية، ما تفاصيلها؟ الهجمات متبادلة بين موسكو وكييف باستعمال الطائرات المسيرة وحتى الصواريخ بعيدة المدى، ما أعلن بشكل رسمي من طرف وزارة الدفاع الروسية ومن عمدة موسكو بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من تدمير مسيرتين أوكرانيتين حلقتا فوق أجواء كورسك، بالإضافة أيضا إلى تدمير طائرة مسيرة دخلت أجواء العاصمة الروسية موسكو. تدمير هذه الطائرة كان دون أي أضرار في الصفوف البشرية أو على مستوى البنية التحتية المدنية أو العسكرية في العاصمة موسكو، لكنه أدى إلى تعطيل حركة الملاحة والطيران في كل من مطاري فنوكوفا ومطار كالوغا بشكل مؤقت كإجراء احترازي تبنته هيئة الطيران المدني والسلطات الأمنية في موسكو لتوفير الحماية اللازمة للطائرات المدنية في مطار فنوكوفا. موسكو تصف الهجمات الأوكرانية باستعمال المسيرات بمثابة الأعمال التخريبية والإرهابية التي بات يلجأ إليها نظام كييف حسب الوصف الروسي، للتغطية أولا على فشل الهجوم المضاد في إقليم دنباس، ثم أيضا لترويع المدنيين في روسيا ومحاولة لنقل الأعمال القتالية إلى الأراضي الروسية، والأمر الذي قالت موسكو بأنه ستتصدى له وستكثف من الأعمال الهجومية لتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات الزميل يوسف بيجار مراسل الغد، كنت معنا من موسكو، والزميل ثائر عمر مراسل الغد كنت معنا من كييف.